السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشيخ إبراهيم جلعان الإفل. أولا نترحم على شهدائنا وشفاء العاجل لأبناء قبيلتنا. نوجه ندائنا إلى أبناء عمومتنا، عيال زامل، أشعيطات، أخوت هدلة، وإلى عشائر البوشمال، النشامة، أسباع، وإلى عشائر البوشامل، وإلى عمامنا البكير، الفزعة، إلى جبهة البصيرة. يا جماعة الخير، إحنا عشائر بحتة، وإحنا لنا مطلب حق، وإحنا محنا مع الشر، لكن هذه توجب علينا تحرير مناطقنا، وإحنا ضد أي مفتن ولا نتبع لأي جهة.